تلحق مصالح الغابات لولاية سكيكدا ما يزيد عن 60 شخصا أمام المحاكم والمجالس القضائية بتهمة تخريب واستغلال المحيطات الغابية بدون رخصة. المفسدين يعتبر بالنسبة لنا اللي يقوموا بحرق الغابات أو بتعرية الغابات، رانا على قدم وساق متابعة قضائيا في المحاكم، في المجلس القضائي أو حتى في المحكمة العليا. لدينا ما يقارب 60 ملف على مستوى المحكمة العليا. وتسعى محافظة الغابات لولاية سكيكدا بالتنسيق مع مختلف المصالح والجهات بما فيها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سبيل إعادة الغطاء الغابي من خلال عدد من حملات التشجير والتي انطلقت مع بداية الشهر الجاري. واليوم إن شاء الله المبادرة راح نقوم بغرس شجيرات من نوع الكلاتوس، وهذا لإعادة تهيئة المناطق المتدهورة بهذه المنطقة الرطبة صنهاجة قرباز المعروفة عالميا. جو فوا بلي لازم نكثروا من الحوايج هادو في الجزائر، ولازم كل مرة تكون متابعة، باش نغرسوا الشجرة برك من بعد نخليوها تروح، ولازم نتبعوا الشجرة هذيك ولازم تكبر، ولازم نشوفوا الريزولتا ابري كالكو طون. دونك سي ان ايفينمون فريمون فورميدابل. منطقة ذات طابع عالمي مصنفة محمية ترمسار، وبربي ان شاء الله نصنفوها كمحمية وطنية، وهذه العملية بربي ان شاء الله تكون كما يقولوها بادرة خير. المحافظة على الغطاء الغابي الذي يعتبر رئة هامة لمدينة روسيكادا لا تعني بالأساس حملات التشجير فحسب، وإنما تمتد لكيفية الحفاظ على هذه الشجيرات وضرورة حمايتها حتى تصبح غابة، ثم حماية الغابة من المخربين والمفسدين.